ليلى عبيد معنا باستوديو. صباح الخير ليلى. صباح النور. اليوم الحديث حول العناية بالشعر، متى نقص، كيف نقص، خاصة لأنه أكتريتنا يعني لحد ما هلأ بلشوا يرجعوا يفتحوا صالونات النسائية والرجالية. يعني أنا شخصيا دبرت حالي بحالي. ويمكن في عندها شيء حلو أنه واحد بيعرف شو بيلبق له، يم بيخضع على رأي الغير ويمكن بيكون حلو، والأجمل أنه نحن عم نميل أنه نحب حالنا بأشياء مور ناتشرال. يعني بطل هلأ الموضة عند الرجل اللي كان بال 2019 يلي كان الشعر كتير مقصقص مزبوط ومصفصف مزبوط والدقن كتير مرتب. صار في من وحي الوضع أنه واحد يكون عم بيبين ناتشرال، وبزيت الوقت تيبنا تغيره. يعني بطلنا ضحكتيني بكلمة 2019، قلت شو قديمة، شو صار قاطع من وقتها لهلا. يعني قطع هالكم شهر كانوا ولا اصعب. صحيح نحن عم نرجع للحياة الطبيعية، بس كلنا كنا عنا عناية بهالمرحلة، مش اهمال، لانه توقف انك تعمل هير ستايلينج، المناسبات بتخلي الرجل يحط جيل وسبراي وحتى سيشوار. وزيت الشيء السيدات كانوا عم يمرقوا بكتير اشياء يلي هي بتضر الشعر، يلي هي الصبغة الزيادة عن اللزوم، تغيير اللون كتير، تصفيف الشعر كتير، السيشوار القوي، في كتير عوامل انها تاثر على الشعر. انا جبت لك معي شيء حتى اعطيك اياه، هيدي هديه، هيدي الكالندر لك تشوف امتى بدك تشارك على المرايه. فسري لي هيك لونر كالندر. لكن لكن يعني موقع القمر مهم. كل يعني في ناس بتحلقين بيفتحوا ليله ضوء ليله فول مون. بدي اقول لك شو هي، بالعالم كله في ثقه كثير بهالكالندر، ولكن تعال نقول مزبوط او مش مزبوط، هيك بدي قص شعري، شو الغلط اني اختار ديت يلي بيكون قمري؟ ما هي ذاتها هيك رح قص. بس في شيء اسمه انرجي، نحن لما بنكون عندنا انرجي يعني بيكون عندنا هابينس، يعني عندنا سعاده، ولما بنكون عندنا خمول يعني في عندنا حزن، في عندنا تعب. هي الاشياء في ناس بتقول إلى رابط بين القمر، في ناس بتقول انه السايكلز بتاثر كثير بالقمر لانه جسمنا مكون من مي. يعني بأكتر. اذا البحار والمحيطات وعم بتغير شكلها، صح. الا ما نحن هالكائنات الصغيره اللي فيها مي يلي جسمنا مكون من اكثريته من نعم. من مي، يعني ما بفتكر انه في خطا كثير انه نفكر فيها. بس اشياء كثير، عوامل كثير اكثر بتاثر. في مقولات كثيره يعني انه نتعرض لعمليه جراحيه بمرحله معينه وقول انه عم بهر شعري، اكيد لانه هاي الاشياء عمل ستريس على الشعر، على عمل ستريس على الجسم، تاثير البنج، كل هالاشياء. شو اللي بيصير من بعد العمليه، شو الاشياء اللي كنت اكلها وقفت اكلها، كل هالاشياء بتلعب دور. بزيت الوقت مش بس هون، في ناس بتامن انه شعري لازم يكون يطول يطول، ما بيامنوا انه لازم يعملوا تريمينج. بقى اهم شيء لما بنحكي عن لونر هير كات انه في مرحله بدي امسك الشعر وبدي قص اطرافه لحتى اتاكد اني انا عم برجع اعطي صحه لخلايا الشعر. وهلا بلشوا يحضروا ليزرعوا خلايا الشعر خارج الشعر ويرجعوا يستفيدوا منها قبل ما يكونوا كانوا عم بيفكروا بالزرع. بزيت الوقت شيء ثاني انه في خوف من غسل الشعر، وما في خوف من انه الشعر عم يبقى بهالزيوت، البكتيريا، كل هالامور. لازم الشعر، ما نقول اي متى بينغسل، اي متى بنحس انه الشعر دهني، اي متى الشعر بنحسه انه توسخ، هيدي مش معقول. لو كان عم بيكون يوميا بدي غسل. يعني انا ما بحب الغسيل اليومي اذا الشعر طبيعي، بحب مرتين بالاسبوع، ولكن اذا الشعر دهني كثير أسوأ عليه انه نترك الشعر دهني من انه نترك نخاف بس من الغسيل. بس فكره ما نغسل الشعر كل يوم سببها وين؟ سببها وين انه انت عند السيدات خاصه، لانه الرجال بانه كل ما يتحمى بيتحمى. عند الرجل بسيطه الفكره لانه بغسل وما كثير بفكر سيشوار. عند السيدات الاكثر بيعملوا براشينج، سو تنخفف هالبراشينج، هالتعب على الشعرة، هالسخونة على الشعرة، هي انك تغسلها مرتين بالاسبوع. يعني بتعد 1 2 the third day، يعني 1 2 الثالث، 1 2 الثالث. هون بيكون كيف عم تغسل حتى شعرك.
أنا من الناس يلي ولا مرة بحط شامبو دايركتلي على شعري، دايما بترك قنينة فاضية من الشامبو بحط فيها شوي الكمية اللي بستعملها بغسل الشعر، وبفتح الحنفية على مي سخنة كتير بحطها على الشامبو بخضها دايركتلي بتبطل سخنة لأنه الشامبو بردها، وبلش نزلها على الشعر مش حط دغري كل هالمواد الموجودة بالشامبو دايركتلي على الشعر. أول غسلة ما بشد كتير لأنه بيكون الشعر مرتاح، الناتشرال أويلز تبع الشعر لما كتير هيك بلش حركهم بصير في زيوت أكتر، بدي فوت شوي وشوي على عالم الشعر، يعني بدي بلش هيك على الخفيف برجع تاني زوم بقوي تالت بقوي أكتر، بس يوصل للكريم بطل شد كتير على الشعر، بلش فكر بكبير. سوري قديه بياخد وقت هذا الشيء كله؟ هيدي مشي كلها الفكرة انه انت كنت عم تحط شامبو دايركت على راسك صرت عم تحطهم مخدودين، انت كنت عم تشد كتير على شعرك عم تبلش من عومي من اول زوم لتاني زوم، تالت زوم ما بتكون بالكريم عم تحك شعرك لانه الكريم بفوت زيوت وهيدا الشيء بيعمل فافورايزنج ليرجع يطلع زيوت، بدي احط على كعب الشعر، مشط كعب الشعر ودغري فورا حط منشفه على راسي. هيدي شغله كثير اساسيه، اني نام بشعر مي هيدي شيء كثير مؤذي، اني اقعد خلص الشعر هو مي تعبه، اني اعمل سيشوار على شعر منشف كتير غلط ومي كتير غلط. هيدي كل هالاشياء بده يكون في اعتدال وبده يكون في مقابل كل هالشيء بده يكون في بالانس، يعني ما فكر انه اصحابي بياخذوا بيوتين وزنك وحديد انا لازم اخذ. لازم اخذ هالكوكتيل دو فيتامين، لا، صحة الشعر هي انا من شو عم عاني، والاكثر البنات منه هي بس بيوتين ومنه كل هالفيتامينز اللي بينحكى عنها وبتصير دبوشة اوراق مثل فيتامين اي، بينحكى كثير فيتامين اي لكل شيء شعر وضفير مثلا، ليه بدي روح انا بكل هالفيتامينز اذا انا مش عايزتها؟ ضلني عندي بالانس بحميتي، ضلني افكر باكلي بصحة اكلي، اخذ بروتينز ان كان باللحمة بالبيض بالسمك، ان كان اخذ اذا بدي افكر بيوتين وكل هالامور، ضلني افكر بالسبينتش بالسبانخ بالافوكادو بالعسل بالناتس، كل يعني هالعوامل البسيطه ضلني اكون عم بخدها. واذا فكرت كبنات الاكثر بتعرف بفعل الدوره الشهريه بينقص هالحديد، مفروض انه اذا في نقص بالحديد اهم شيء عند الشعر هو